يطل موسم الزيتون هذا العام في لبنان حاملا معه أزمة زيت في السوق اللبنانية. الإنتاج هذه السنة لم يتخطى 35% من المعدل السنوي العام. سعر تنكة الزيت تخطى 2 مليوني ليرة في بعض المناطق، والمزارعون يعانون من غلاء المواد الزراعية. صراحة الموسم السنه كتير خفيف، يعني ماكسيموم 35% الموسم عم بيكون اجمالا بكل لبنان، والانتاجية قليلة جدا جدا. هيدا الشيء عم بيؤدي لارتفاع سعر تنكة الزيت الزيتون بشكل جنوني. يعني اليوم نحن عم نحكي بسعر التنكة من $90 لل$100، وعم بيقولوا يمكن تطلع فوق 100. هيدا الشيء أثر بشكل كتير كبير. كمان عندك الكاست كتير اكسبنسيف، وعندك الاكسبورت اللي عم بيصير لبرا، هيدا كمان عم بيؤدي بشكل كتير كبير لارتفاع سعر التنكة. المواطن عم يواجه صعوبة كتير كبيرة بهيدا الشغلة، لأنه عم يبرم على نوعية زيت جودة أقل، نوعية أقل، يعني كرمال يخلطوا بزيوت تانية مثل زيت دوار الشمس والزيوت المتعددة التانية. خط آخر يسلكه الزيت اللبناني هذا العام، تصدير الزيت إلى الخارج أصبح هدفاً أساسياً لجني أرباح أكثر عند كثير من التجار. تصفير الزيت لبرا، هيدا المزارع بهمه كتير بشكل كتير كبير، لأنه هو عم يجي فريش دولار، وبالنسبة للمزارع عنده تكلفة كلها بالدولار، فهو أكيد رح يصفر لبرا. يعني أكتر شيء عم بيروح على أوروبا وعلى أستراليا. أستراليا بشكل كتير كبير عم تاخد زيت زيتون، لأنه الجي اللبناني بأستراليا كتير كبيرة، وبيشجعوا هني المنتج اللبناني لأنه عنده جودة كتير عالية. والمغترب اللبناني بهمه هو يفيد ابن بلده ويعلي الاقتصاد البلد تبعه. يعني بأستراليا عم تنباع سعر التنكة بال$200، من $180 لل$200 سعر التنكة. عندك بلبنان يعني هلأ صارت لل$90، وعم نواجه صعوبة يعني ببيعة، فأكيد هو حيرغب أنه يسافر لبرا. ورغم كل شيء حقيقة لا بد منها، زيت الزيتون اللبناني أصبح سفيرا أولا لبلاد الأرز حول العالم. غسان فران، صوت بيروت انترناشونال.